الجزائر في حداد بعد الفاجعة الأليمة التي استيقظ عليها الجزائريون البارحة وقت سقوط الطائرة العسكرية قرب محيط القاعدة الجوية ببوفاريك والتي راح ضحيتها 257 شهيدا، فعديد المحلات مغلقة والأعلام الوطنية منكسة تضامنا مع عائلة الشهداء. أغلقنا الحوانت باسكو خاطرنا نعرفوا ماليهم دايرين معنا ولاد عمومهم لا فامي نعرفوهم، وبوفاريك تعرف صغيره لازم نحزنوا معاهم، ما كاش ما جايش غير ما نضحكوا وما يبكوا خاطر هي حاجه الله على كل حال. بون غلقنا الحوانت هذو باسكو شغل على جال اللي ماتوا الله يرحمهم البارح، شغل وقفنا معاهم سي نورمال، هذو مخاوتنا وحنا مسلمين وبليجي نديروا علينا هذا الشيء. 11 أفريل من سنة 2018 تاريخ سيبقى راسخا في الذاكرة، كيف لا والجزائر كلها خسرت خيرة أبنائها ممن يسعرون على حمايتها وحماية مواطنيها، شهداء يضحون بالغالي والنفيس من أجل رفع كلمة واحدة هي الجزائر. ورانا معهم كما يقولوا لا مع والديهم الضك ولا غدوة، ما زم أولادهم ما ماتوش رانا أولادهم، احنا ثاني رانا أولادهم، هما 20 سنه حنا عندنا شباب تاع 20 سنه راه مازال ولادهم عايشين الحمد لله، هما راهم شهداء بصح ما ماتوش، هما صح شهداء بصح مازال ما ماتوش، مازال ولادهم واحد اخر. في نفس المكان المغطى باللون الابيض سقطت الطائره البارحه، وفي وقت قياسي تم نقل اجزائها تحت اعين العائلات المتحصره على فلذات اكبادها الذين اتوا ليلقوا النظره الاخيره على مكان الحادثه. سرا ولي سرا طاعة الطيارة وربي يرحمهم ندعو لهم بالرحمة. ها جيت أخذت يعني مقيوس خاوتنا هذو والآخر على البيت كاش كيفاه متحس حس متحس خاوتنا هذو على البيت حسوا به راهو كي هما كما حنا، عظم الله أجرنا وأجرهم كاع، ووالدي يعطيهم الصبر إن شاء الله. ما كان الحادث اللي صرات فيه الحادث البارح تاع الطيارة اللي طاحت اللي ماتوا فيها ولادنا وجينا نشوفوا هنا يا الطيارة هذه كيف طاحت كيفاش. أنا شو إحساسك الآن؟ إحساسي مغيظيني بزاف. من هنا يهدي الجزائريون اليوم سلاما طأطأت حروفه رؤوسها احتراما وتحية تملأها المحبة والافتخار لأرواح ولأشخاص قدمت أنفسها لخدمة الوطن وفداء للوطن، ليقف الوطن حينها وينحني إجلالا لأرواح أبطاله. ويشمس الدين من مكان سقوط الطائرة العسكرية لوكالة الأنباء الجزائرية.